أنا بتاوي، عمري 16 سنة. صراحة من أنا صغيرة كثير بحب العزف والموسيقى بشكل عام، وكان هذا إشي ملحوظ، فدائما كانت المدرسة تختارني في الكورال وهاي القصص، لحد ما قررت إنه خلص أتدرب بطريقة يعني احترافية. فماما أخذتني على معهد، كنت محتارة بين أتعلم عود أو بيانو، بس أخذت حصص للتنين وحسيت العود أقرب لإلي صراحة. هلأ العزف هذا بما إنه عود، فالأشياء القديمة زي أم كلثوم وعبد الوهاب هذول الأقرب للعود وأحلى للعود صراحة. وبرضو عندي على بالأكاونت عندي مرات بنزل أغاني جديدة بالعزف، وهذا إشي جديد للعود صراحة، لأن العود عادة بس محصور بالأغاني القديمة وهذا الحكي. وبالنسبة للغنى فأنا دائما بتجه للأغاني الجديدة واللي بتنزل جديد وبتكون ترندز وهيك، وبنزلهم عندي على أكاونت. التدريب وما أقطع العود بشكل عام، حتى لو ما رحت على المعهد اضطريت مرات ما أروح المعهد، لازم أتدرب بالبيت يعني ولو شوي. مبدئياً لما يكون عندي امتحانات فصراحة العود بخف شوي، يعني أركز على دراستي أحسن، أو أي وقت فراغ بيكون عندي بصير أعزف. ومثلاً هلأ في الفصل مثلاً الدراسي بضطر إنه مرات ما أروح المعهد، بس لما تيجي العطلة بأخذ كورس مكثف عشان أعوض اللي راح وهيك. بحب كثير اني كمان اشارك باشياء تطوعيه، يعني انا مثلا مع مجموعه شباب عم نشكل اوركسترا بسيطه نخدم فيها المجتمع، يعني لهدف مجتمعي. رحنا على دار العجزه عدنا الغنيه، طبعا لازم نعزف لهم الاشياء القديمه اللي بيحبوها وهذا الحكي، يعني بتفرق حسب الفئه اللي احنا رايحين عندها. عزفنا لهم اغاني قديمه وقعدنا نغني معهم وهيك. ورحت كمان على الاس او اس عشان العيد نفرحهم بالعيد، عزفنا لهم اغاني العيد وغنينا معهم. يا راكبا في رحله الحياه لا تظن انها قصيره مذهله، فكم من راكب اراد وجهه لينتهي به الطريق مقفلا. هي الحياة لعبة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا. يعني صراحة بما أني كثير بحب الفن وهيك، فكثير بحب أنه يكون عندي أغاني خاصة فيني وأصير لقدام ألحن وهذا الحكي. وكمان بنفس الوقت يعني بحب أنه كمان يعني أصير أشارك بأشياء تطوعية وهيك، وطبعاً عشان يصير هذا لازم أنشهره هيك، فأنا كثير حابة أنشهر صراحة عشان أقدر أعمل الأشياء اللي بتمنى أني أعملها.